كرة القدم طبعا هو كل شيء في حياتي مستقبلي هوايتي عملي يعني شغلي. طبعا كرة القدم هو اللعب الوحيد اللي يقدر واحد جنوب السودان وشاب شاب جنوب السودان يخليهم يحبوا بعض يكونوا متوحدين، لأنه هو اللعب الوحيد اللي يقدر يجمع الناس ويجيب السلام وبلد يكون ما فيه مشاكل والسودان يتوحد يكون في سلام من غير وروبات من غير مشاكل قبلية. نقدر نطور بلدنا ونقدم أكثر. My country, my dreams. Are you game? We are the winners.